Skills for Success Reading and Writing 1 ده الكتاب اللي احنا بنشتغل منه ودلوقتي هنشتغل في Unit 4 عنوانها What Makes You Laugh ايه اللي ممكن يضحكك هنروح على Reading 1 عنوانها What is Laughter ايه هو الضحك Review the Reading هناخد فكرة عن Reading بان احنا في Exercise A هنشوف الفوكابيلاري المفردات Here are some words From reading one, دي كلمات من reading one. Read the sentences, اقرأ الجمل. Then write each underlined word next to the correct definition. بعد كل كلمة متسطرة من دول هنكتبها جنب المعنى اللي موجود تحت من أول A لغاية G. هنبص الأول على الجمل ونحاول نفهمها ونفهم معاني الكلمات. One, I think laughter is natural. أظن إن الضحك is natural, حاجة طبيعية. Natural adjective, صفة. Just like eating and sleeping. بالضبط زي الأكل والنوم. Two, I don't really like parties. أنا مش بحب الحفلات أوي. Don't really like, مش بحب أوي. But I pretend, ولكني I pretend, verb, فعل, يتظاهر. Pretend يتظاهر to have fun أني أستمتع. I don't really like parties, but I pretend to have fun. 3. I know it is true because Mary told me. أنا عارف it is true إن ده حقيقي. Because Mary told me عشان Mary قالت لي. She is an honest person. She is هي تكون an honest person. Honest دي adjective صفة يعني صادق. أو أمين person شخص صادق أو شخص أمين honest صفة أمين أو صادق 4. I always feel nervous when my brother drives I always أنا دائما feel أشعر إني nervous nervous صفة adjective بمعنى متوتر when my brother drives لما أخويا بيسوق السيارة he's not a good driver هو مش سائق جيد. He's not a good driver. Nervous, صفة, adjective, بمعنى متوتر. 5. I don't like to speak in front of the class. I don't like to speak, لا أحب أن أتحدث, in front of, أمام, the class, الفصل. I feel embarrassed. أشعر بالإحراج. Embarrassed, adjective, صفة, بمعنى محرج. I feel embarrassed, أشعر أني محرج أو أشعر بالإحراج. 6. The news didn't surprise Jim. الأخبار didn't surprise لم تدهش Jim. يعني هو ما استغربش ما اندهش ما تفاجئش لما سمع الأخبار. Someone told him about it earlier. Someone شخص ما told him أبلغه about it. It هنا مقصود بها إيه؟ مقصود بها the news. News برغم إن هي فيها S إلا إن هي مش جمع وبتاخد it. Someone told him about it. حد بلغه بالأخبار دي earlier قبل كده. قبل كده. 7. Wear sunglasses. ارتدي نظارات شمسية. To protect. كي تحمي. Protect verb. فعل. Protect. يحمي. Your eyes. عينيك. From the sun. من الشمس. تعالوا نرجع الكلمة التاني. Natural. صفة بمعنى طبيعي. Pretend. Verb. فعل بمعنى يتظاهر honest adjective صفة بمعنى أمين أو صادق nervous صفة adjective بمعنى متوتر embarrassed adjective صفة بمعنى محرج أو بيحس بالإحراج surprise to surprise يعني يفاجئ أو يدهش protect verb يحمي فعل بمعنى يحمي تعالوا بقى نبدأ نحل مع بعض من A لغاية G from A through G A بيقول لي إيه verb أنا عايز verb عايز فعل to keep someone or something safe عايز إن أنا أحافظ على شخص أو شيء في أمان أحافظ عليه دايما في أمان هتبقى إيه protect هنلاقي دايما الإجابة بتظهر لنا في الشريط الأصفر فوق يا جماعة Number B Verb فعل أنا بدور على verb To try to make someone believe something that is not true
to try to وحاول أن make someone أخلي شخص ما believe something يصدق شيء that is not true ليس حقيقي أو عايز أخلي حد يصدق حاجة مش حقيقية إذا هيحصل إيه أتظاهر pretend يتظاهر verb أو فعل see عايز برضو verb عايز فعل to do something إني أفعل شيء that someone does not expect شخص ما لا يتوقعه أفعل شيء شخص آخر لا يتوقعه يعني هفاجئه يفاجئ to surprise يعني يفاجئ surprise طيب رقم D adjective أنا بدور على صفة على adjective not made or caused by people يعني مش البني أدمين اللي مصنعينه مش البني أدمين والإنسان هو اللي متسبب فيه people يعني الناس مش الناس اللي عاملاه مش الناس اللي متسببة في وجوده إذن حاجة طبيعية مش حد عاملها أو متسبب فيها يعني natural طبيعي E adjective صفة shy خجول or worried أو قلق about what other people think of you أما تبقى خجول أو قلقان الother people الناس التانية هتفكر فيك إزاي هيبقى الإحساس إيه إن أنا محرج أشعر بالإحراج لأن أنا مكسوف أو قلقان الناس يا ترى بتقول عليا إيه أو بتفكر فيا إزاي هتبقى embarrassed محرج adjective صفة F عايز برضو adjective هنا طيب saying what is true قول الحقيقة أقول ما هو حقيقي saying what is true قول الحقيقة مين الشخص اللي بيقول الحقيقة يا جماعة الصفة اللي فيه صادق يعني honest صادق أو أمين فضل لي آخر كلمة G adjective برضو صفة worried قلق or afraid أو خايف about what may happen الآن وخايف من اللي ممكن يحصل الثانية اللي فوق كان الآن الناس بتفكر فيه إزاي فيشعر بالإحراج لكن لما أكون الآن من المستقبل فأشعر بإيه؟ أشعر بتوتر مش أشعر بإحراج زي اللي فاتت يعني nervous متوتر nervous